صباح الخير طلاب الصف الثالث، كيف حالكم؟ كيف صبحتوا اليوم؟ معكم المعلم إقبال خساني. اليوم موضوعنا بيئتنا تتغير كل الوقت. صح، بيئتنا طول الوقت في تغيير، بكل مكان في تغيير، في بيتنا تغيير، بالصف في تغيير، في بكل بيئة بصير فيها تغيير. اليوم نتعرف على هاي التغيير اللي عم بتصير في البيئات اللي حوالينا. شو رح نتعلم اليوم؟ أول شيء رح نميز التمييز بين التغييرات اللي بيقوم فيها الإنسان والتغييرات اللي بسبب قوى طبيعية. رح نتعلم كمان ورح نفهم التغييرات اللي مخططة وغير مخططة وشو الفرق بيناتهم. رح نفهم اليوم كيف بيأثر التغييرات علينا على الإنسان وعلى بيئتنا، وراح نجيب على السؤال شو بتأدي وانت لماذا تحدث التغييرات وشو سبب التغييرات. جاهزين؟ اوكي يلا. شو راح نحضر اليوم للدرس؟ اليوم راح نحضر للدرس ورق. الورق ممكن يكون بأشكال مختلفة، كذا ورق أبيض، أي ورق موجود عندك، ورق ملون، أي ورقة عندك بتقدر تستعملها. بتقدر كمان ورقة اللي هي مكتوب عليها بس استعمل من الجهة الثانية، عملية استرجاع. مطلوب منا قلم رصاص أو قلم حبر، أي قلم وسيلة اللي تقدر تكتب فيها، وحاسوب إذا في حدك حاسوب، ممكن حاسوب المتنقل، أي حاسوب عندك يكون أنت حده عشان نقدر نشتغل. أوكي أنا معطيتكم دقيقة بكفي صح؟ أوكي يلا أنا مستناكم، عندكم دقيقة تروحوا تحضروا الأغراض. لا تنسوا ورق، قلم، أي قلم أنت عندك، وحاسوب تكون قريب على الحاسوب. جاهزين يا حلوين؟ أوكي يلا أنا بانتظاركم. حلو يا حلوين، يلا يا حلوين انتوا جاهزين؟ ممتاز. تعال نشوف حضرنا الاغراض، الكل حضر الورقه، اشوف الورقه، ممتاز. الكل حضر الاقلام، اقلام رصاص، اقلام حبر، اي اقلام عندك، اقلام حتى ممكن اي الوان، ممتاز. انت قاعد حد الحاسوب، حلو. يلا جاهزين؟ اوكي يلا تعال نبدا كلنا مع بعض، تعال نطلع كلنا بالصوره، تعال نشوف شو حسب رايكم المشترك بين الصور. شو؟ اوكي انا يعني عم بسمع في ولاد عم بتقول انا شايف كلب، في شي بقول انا شايف طفل بعدين كبرت صارت امرأة بالغة، في شي بقول انا شايف الكلب كان صغير وصار كبير. صح، تعال نطلع بالصور كلنا مع بعض. في عنا جرو، بعدين الجرو كبر نمو طور صار عنا كلب، في عنا الطفلة الصغيرة، هاي الطفلة الصغيرة نمت كبرت صارت بالغة. هل ايش صار في هون؟ تعال نطلع مع بعض، هل هن الكلب كيف كان صغير كبر متشابه ولا في شبه معين ولا صار فيه تغيير؟ هل الطفلة صار فيها تغيير؟ تاني تطلع يمكن الوجه العيون بقيت نفس الشيء، الانف نفس الشيء بس الحجم كبرت، هذا هاي هون في صار تغييرات، الكلب اتغير، الامراه اتغير، الطفله تغيرت. اليوم موضوعنا هو عن التغيير، شو هو التغيير؟ هون صار في تغيير، الكلب كان جرو صار كلب، الطفله كانت صغيره ونمت صارت امرأة بالغة.
واضح التغيير؟ نكمل. شو شايفين عنا هون؟ ايه شايفين؟ شجر، شايفين بحر، بحيرة. هاي اسمها بيئة طبيعية. البيئة معلمتي هي الطبيعية، البيئة اللي بدخلش فيها الإنسان، بيئة طبيعية الله سبحانه وتعالى كونها. فالبيئة الطبيعية هنا لم يكن فيها هنا أي تدخل من قبل الإنسان، طبيعية جدا. تعني نطلع هون شو شايفين إحنا عنا هون؟ شايفين عنا عمارات، شايفين بيوت، شايفين تغييرات. مين اللي عمل هاي البيئة؟ هاي بيئة عملها صنعة الإنسان، هاي تعتبر بيئة اصطناعية. صار في تغيير، التغيير إذا بنرجع لا اللي قبل، هاي تدعى بيئة طبيعية، هون الإنسان ما تدخل الشيلي فيها، طبيعية. أما هون بالصورة الثانية في عنا بيئة اللي الإنسان قام بتغييرها، ويصار في عنا عمارات، في عنا سيارات، في عنا شوارع. هاي التغيير اللي صار، معناه البيئة نوعان، بيئة طبيعية وبيئة اصطناعية. البيئة الطبيعية هي البيئة اللي الإنسان لم يتدخل في صنعها بإقامتها، والبيئة الاصطناعية هي من صنع الإنسان، الإنسان خطط لها، الإنسان أقام، الإنسان عمل صنعها. واضح؟ نرجع كمان مرة، بيئة طبيعية من صنع الإنسان، وبيئة اصطناعية، بيئة طبيعية سوري مش من صنع الإنسان، والبيئة الاصطناعية هي من صنع الإنسان، والإنسان قام بالتدخل فيها والعناية فيها. منكمل. في بيئتنا تحدث كثير تغييرات، طول الوقت في تغييرات، كل يوم بصير في تغييرات. قبل أسبوع كان طقس هيك، إسا بأسبوع هيك، اليوم كان عنا كسوف الشمس، كل يوم في عنا تغييرات، كل يوم في تغييرات. أما في بيئتنا عشان يصير في تغييرات، الإنسان دائما بيعمل فيها تجديدات وتغييرات وعملية بناء. ما هو من ناحية تانية ما بينفعش إنه نضلنا في بيئة الطبيعية. الإنسان كل ما له عم بيزداد بالكرة الأرضية، عدد الإنسان عم بيزداد، فبما إنه عدد الإنسان عم بيزداد فهو بحاجة إلى مكان، بحاجة إلى مكان للسكن، بحاجة مكان للعمل. فبهاي الحالة هو بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى بناء، بحاجة إلى عمارات، بحاجة إلى غرف للعمل، هو بحاجة إلى بيوت للسكن. فالبيئة دائما بتغييرات، تغييرات مستمرة. تعال نفكر مع بعض، فكر ايش صار في عندك تغيير بالمنطقة اللي انت ساكن فيها، بالحي اللي انت ساكن فيها، او بالقرية اللي انت ساكن فيها، او بالمدينة اللي انت ساكن فيها. فكر ايش في تغييرات صار عندك. ممكن كمان تغييرات حوالين بيتك. شو التغييرات اللي، هل ابوك عمل تغييرات او عملت تغييرات اشي بالبيت، بريت البيت؟ طول الوقت في عنا تغيير، طول الوقت عنا في تغييرات. حدا ممكن كمان تغييرات تكون بغرفة النوم عندك، ممكن يكون انه امك اسا تفوت تكون مغيرت لك التخت، مكان التخت، مكان المكتبة. فنفس الشيء برا، فكر وين صار في عندك تغييرات. هل جيرانك عمروا عمار زيادة؟ هل بالساحة اللي بالمدرسة صار فيها تغييرات؟ هل البستان اللي انت دائما بتلعب فيه صار فيه تغييرات؟ تقعد هيك فكر، معطيتك هيك وقت هيك فكر وين صار في عندك تغييرات. عندك هيك اسا بعطيك وقت كفايه تفكر وين صار في عندك تغييرات. بتقدر اسا انت قاعد هيك وتطلع شمال ويمين بالبيت، ايش ماما غيرت؟ هل في تغييرات صارت في البيت؟ اذا مش من البيت، بالبيت تطلع على برا، ايش التغييرات اللي صارت خارج البيت؟ منكمل. اسا بدي اقرا لكم شعر هيك صغير اسمه حديقة الجميز، كلمات يتسحاك يتسحاك. كان يا مكان هنا جميزة توسع ورمال محيطة ومنظر جميل، كان هناك بيت وحيد، وأحيانا كانوا يجلسون في ظلة مجتمعين، وكانوا يضحكون ويهللون فرحون. نعم
هذه هي حديقة الجماز التي كانت حينها. توسعت المدينة وخطط البناء ونسوا الجماز وأصبحت رؤوسهم بيضاء من الغبار. اليوم الجماز اختفى ولم يعودوا بعد مكانهم. بعض العصافير ومقعد يتيم موجود في مركز المدينة. تعال نرد نقراها كمان مرة. كان يا مكان هنا جميزة، رمال محيطة ومنظر جميل. انتبهوا منيح بالكلمات اللي عم بحكيها. كان هناك بيت وحيد، وأحيانا كانوا يجلسون في ظلها مجتمعين، وكانوا يضحكون ويهللون فرحون. نعم، هذه حديقة الجميز التي كانت حينها. توسعت المدينة وخطط البناء ونسيوا الجميز وأصبحت رؤوسهم بيضاء من الغبار. اليوم الجماز اختفى ولم يعودوا بعد مكانهم. بعض العصافير ومقعد يتيم موجود في مركز المدينة. قدامكم في هون شعر. تاني اطلع. انتبهوا، في بيئات طبيعية وفي بيئات اصطناعية. طلعوا منيح وين ايش الشغلات اللي انذكرت بيئات طبيعية وايش الشغلات اللي انذكرت هي بيئات اصطناعية. اوكي تعال نكمل. ايش كان في بالبيئة؟ كان فيها جماز، كان فيها رمال، كان فيها طبيعة، كان بيت وحيد على الشاطئ. هنا هاي بيئة كانت طبيعية، ما تدخلش فيها الانسان. الجماز احنا بنعرف انه المركبات، بكل بيئة طبيعية في مركبات حية ومركبات جامدة. المركبات الحية هي ممكن تكون انسان، حيوان، نبات. المركبات الجامدة هي اللي لا تتنفس ولا تتكاثر. مثلا هنا في عنا الجماز، الجماز هي مركب حي، رمال مركب جامد بس طبيعي، طبيعة مركبات طبيعية. هنا في عنا مركبات، هاي المركبات اختفت. ايش اجى بدالها؟ اتذكروا الشعر اللي انا قريته. ايش اجى بدالها؟ بدالها صار في أحياء، مناطق سكنية، صار في شوارع، صار في حوانيت، صار في ناطحات سحاب. وهذا كلياته من صنعه الإنسان، صنعه لأنه هو بحاجة أنه يقيم أحياء سكنية. كما أنا قلت، عدد الإنسان وعدد عدد الإنسان بتكاثر دائما، فهو بحاجة إلى أماكن سكن، شوارع عشان نقدر التنقل، حوانيت عشان الواحد يقدر أنه يشتري اغراض اللي هو بحاجة لها، ناطحات سحاب، في كتير اماكن فيها ناطحات سحاب. هاي الشغلات هي بيئات اصطناعية صنعها الانسان، مكان بيئات طبيعية. في عنا بيئة طبيعية اللي كان فيها جماز، رمال، طبيعة، هاي كلها اختفت. ايش في بدالها؟ صار في عنا احياء، شوارع، حوانيت، وناطحات سحاب. حسب رأيكم، ليش الإنسان عم بيغير بيئته؟ أول إشي لخلق بيئة أكثر لطفاً وراحة للعيش فيها، عشان يبني منازل، عشان يبني شق شوارع، وكمان عشان يقدر إنه يتأقلم ويعيش بالبيئة اللي هو عايش فيها. لو ما كانش في عنده مكان للسكن كان ما بيقدرش إنه يسكن. كان لو ما فيش حوانيت أو شوارع ما بيقدرش الإنسان يتطور. كمان من ناحية تانية، إحنا ما بنقدرش إحنا نحافظ على هاي البيئة الطبيعية. إحنا لازم نتقدم، لازم دائما مجتمعنا ودائما حياتنا ودائما بيئتنا بتطور مستمر. إسا بدي أطلب منكم طلب. طلبي منكم أنا بالورقة اللي أنا طلبت منكم تحضروها، ترسموا جدول. بالجدول طلبي منك تعمل، تقسمه لنصين، تغييرات على يد الإنسان، تغييرات بفعل قوة الطبيعة، وفي عنا مخزن لا شمال تحت لا بقائمة للتغييرات. انت اسا بعد ما انت بتعمل الجدول بدك تتطلع في عنا بالقائمة التغييرات، تشييد المباني. المباني هل هي تغييرات على يد الانسان ام تغييرات بفعل قوة طبيعية؟
بناء الحدائق العامة هل هي على يد الإنسان أم بفعل قوى الطبيعة؟ فيضانات هل هي تغييرات على يد الإنسان ولا تغييرات بفعل قوى الطبيعة؟ شق الطرق، فصول السنة، السيول، ثورة البراكين، مد الأنابيب، في عندك مخزن كلمات، مخزن جمل، فأنت بدك تاخذ جملة وتشوف هل هي مناسبة لا، هل هي تغيير على يد الإنسان أم تغيير من خلال الطبيعة. فمعطيتك وقت 6 دقائق، أفكر كفاية، اعمل الجدول، تقدر إذا في عندك معك مسطرة تسطر تعمل الجدول بسرعة، إذا لا اعمل بإيدك، ارسم الجدول واكتبها، وأنا بستناك عنا تقريبا 6 دقائق، اكتب الجدول، حل، اكتب شوف الجملة وين مناسبة عشان نحلها مع بعض. أنا بانتظارك، هي معطيتكم 6 دقائق.
رجعتوا يا حلوين، حلو. كان عندنا وقت كفاية، أعطيتكم 6 دقايق نعمل الجدول، نكتب الجدول بالورقة ونكتب التغييرات اللي صارت على يد الإنسان والتغييرات بفعل القوة الطبيعية. عندنا كانت قائمة التغييرات، في عندنا تشييد المباني، بناء الحدائق العامة، الفيضانات، شق الطرق، فصول السنة، السيول، ثورة البراكين، ومد الأنابيب. يلا جاهزين نفحص إذا أجوبتكم صحيحة أم لا؟ تعال نشوف. حلو، تغييرات على يد الإنسان، تشييد المباني، المباني من اللي صنعها؟ من أقامها؟ الإنسان. بناء الحدائق العامة، من صنعها؟ الإنسان. هنا هي بيئة اصطناعية. شق الطرق، من صنعه؟ الإنسان. مد الأنابيب اللي نقدر عشان نحصل على الماء، على يد مين؟ الإنسان. مين عنده طلع كلن صح؟ وفظيعين، أنا كتير مبسوطة منكم. تعال نشوف التغييرات اللي صارت بفعل القوة الطبيعية. عنا الفيضانات، فيضانات اشي طبيعي، احنا لا بنقدرش احنا نسيطر، الانسان ما فيش عنده سيطرة على الفيضانات. فصول السنة، فصول السنة احنا في عنا سيطرة على فصول السنة؟ لا، معروف فصول السنة كيف بتصير، لما الكرة الارضية ما هي بتدور دورتان، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. لما الكرة الارضية بتدور حول نفسها، عم بعطيكم معلومات عامة زيادة، ايه لما بتدور حول نفسها عنا اليوم 24 ساعة، لما بدور حول الشمس عنا فصول السنة وباخذ معاه تقريبا سنة. ثورة البراكين، البراكين ما فيش هون، الإنسان ما بيقدرش يسيطر عليها، هاي إشي طبيعي. السيول كمان طبيعية. مين عنده طلع كلياتن صح؟ واو فظيعين، أنا كتير مبسوطة منكم، حلو كتير كتير. تقدروا هيك تصلحوا تحطوا صح وين ما أنتوا طلع عندكم صح، أنا كتير فخورة فيكم. مين كمل؟ حسب رأيك الإنسان بيقدر يمنع هاي التغييرات؟ في إشي بقول في إشي بقول لا. تعال نشوف كيف بيأثر علينا شق الطريق. لما أنا بشق الطريق كيف بيأثر علينا؟ أول شيء ضجة، ضرر بالبيئة طبيعية، عشان يقدروا كمان يشقوا الطريق كان بيضطروا كمان يقطعوا الأشجار، بصير عندنا أقل ازدحامات مرورية. سوى معناه في لكل إشي حسنات وفي سيئات. لو ما فيش شق طرق كان بكون عندنا أول شيء صعب علينا نتنقل، المسارات غير شكل، وفي سلبيات هي الضجة، إحنا عم ندور عندنا ضرر بالبيئة الطبيعية، يعني إحنا بلحظة ما إحنا عم نشق الطرق إحنا عم نأثر على أكيد في عندنا كائنات حية موجودة تحت الحجارة اللي إحنا عم نقيم الحجارة والصخور آسفة، معناها إحنا عم ندمر بيئات حياتية للكائنات الحية للحيوانات. بس معنا بكل تغيير في إشي سلبي وفي إيجابي. مثلا شق الطرق في له سلبياته وفي إيجابياته. تاني طلع مثلا كيف بتأثر علينا السيول والفيضانات؟ بتسكر إغلاق الطرق، تدمير معدات الشخصية والعامة. معناه بكل تغيير في إشي سلبي وفي إشي إيجابي. ممكن على فكرة بالسيول والفيضانات في راح يكون ممكن أشياء إيجابية، إنه من خلال لما في عنا سيول وفيضانات ممكن يكون في عنا نباتات اللي هي عم بتسيل مع السيول والفيضانات وبتوصل لمكان تاني وبتنشر. معنى السيول والفيضانات هي كمان بتساعدنا على انتشار النباتات والبذور. معنى بكل إشي في عنا سلبياته وإيجابياته. نلخص شو تعلمنا. التغييرات بتصير طول الوقت، في تغييرات اللي بتصير بيعملها الإنسان، التغييرات ممكن تكون طبيعية وممكن تغييرات تكون اصطناعية. الإنسان بلحظة ما هو بيقوم بتغييرات اصطناعية لأنه هو بحاجة لهاي التغييرات الاصطناعية لاستفادة منها، ولا إشي الإنسان بيعمله إلا ما يكون في إله فائدة منها. هاي التغييرات ممكن تكون كيف ما حكينا إلها حسناتها وإلها سيئاتها سلبياتها. هنا كيف وجهة النظر تاعنا، كيف إحنا بنشوف الإشي. بدون هاي التغييرات ما بنقدر، بس نقدر كمان إحنا نحافظ على هاي البيئات الطبيعية ونلاقي
وسائل تانية مختلفة. فبتأمل إنه استفدتوا وتعرفتوا شو هي التغييرات بالبيئات الطبيعية والتغييرات بالبيئة الاصطناعية، شو الفرق بين البيئة الطبيعية والبيئة الاصطناعية، وكيف نقدر إحنا نحافظ على البيئات الطبيعية تاعتنا، لأنه الطبيعة هي النفس، الطبيعة هي راحة البال، هي الهدوء. ودائما بقول الطبيعة هي بتعطي شعور، أحلى شعور للإنسان. فشكرا كتير لإلكم. وعندي هيك مهمة صغيرة، هي إنه بدي أطلب منكم تاخذوا ورقة اكتبوا فيها تغيير صارت معكم، ممكن تكون شخصي أو عائلي بالعيلة عندكم أو بالمدرسة صار فيه هاي التغيير، وسكروا الورقة وخبوها، وبيجي يوم راح تفتحوها وتشوفوا هاي التغييرات اللي صارت معكم وعندكم حواليكم بالبيت أو خارج البيت. بتأمل استفدتوا كتير من الدرس، وشكرا كتير لكم.